تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام سنتوقف مع محطات منوعة من الأحداث الرياضية، وسنكرس معظم الوقت مع المحور الرئيس وهو تداعيات قضية انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، خصوصا بعد وصول قرار من اللجنة الأولمبية الدولية التي تبطل فيه تلك الانتخابات وما رافقها من أمور أخرى. تفاصيل هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالأمر سنتابعها من خلال فقرات البرنامج، وسنطرحها على ضيفنا أيضا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. جمهورنا الرياضي، هذه مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة سنتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونصف، خليكم ويانا. في لندن التي تحتضن الحدث للمرة الأخيرة قبل انتقاله إلى تورين الإيطالية، توج الروسي دانيال ميدفيديف المصنف رابعا بلقب بطولة الماسترز الختامية للتنس التي تجمع سنويا بين أفضل 8 لاعبين خلال الموسم. وبعد مباراة مثيرة وممتعة، تمكن ميدفيديف للمرة الأولى في مسيرته بالفوز في المباراة النهائية على النمساوي دومينيك ثيم ب6-4 و7-6 7-2 و6-4. كرويا، وضمن الجولة العاشرة للليغا الإسبانية، سقط برشلونة على أرض مضيفي أتلتيكو مدريد عندما خسر أمامه بهدف من دون رد سجله البلجيكي كاراسكو، فيما لم يتمكن ريال مدريد من المحافظة على تقدمه بهدف السبق عندما خرج بنقطة واحدة من تلك الجولة بعد تعادله أمام مضيفي فياريال بهدف لكل منهما. في الدوري الإنجليزي، ألحق توتنهام هوتسبير الهزيمة بضيفي مانشستر سيتي بهدفين نظيفين ضمن الجولة التاسعة للبريمير ليج، فيما خرج مان يونايتد فائزا بهدف على ضيفي ويست بروميتش ألبيون. وحقق تشيلسي فوزا مستحقا على مضيفي نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما فرنانديز وتامي إبراهام، ليبقى البلوز محافظا على المركز الثالث ب18 نقطة. ورغم غياب مهاجم مصري محمد صلاح، تمكن ليفربول من سحق ضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، وبهذا الفوز حافظ الريدز على مركز الوصافة ب20 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 18 نقطة بالمركز الرابع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع محور حلقتنا المخصص لهذا اليوم، والذي يتعلق بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي أفرزت عن فوز سرمد عبد الإله رئيسا جديدا بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على الرئيس السابق الكابتن رعد حمودي. وتوقع الجميع أن القصة انتهت إلى هذا الحد والأمور أصبحت هادئة وانتهى النزاع والصراع بين الطرفين، لكن يبدو أن للمعركة بقية، إذ ظهرت فيما بعد تداعيات حول ما رافقت تلك الانتخابات ليستقبل الجميع وصول القرار الدولي الذي يهدد بالعقوبات التي ستشمل الرياضة العراقية المغلوبة على أمرها، حيث أن مضمون رسالة اللجنة الأولمبية الدولية هي إلغاء تلك الانتخابات تماما، متذرعة بوجود عدد من التجاوزات في العملية الانتخابية، وما بين هذا وذاك وآخر فرحان وثاني حزين، ستدفع رياضتنا ورياضيينا الثمن غاليا. وكلما نقول دعونا نتفائل، لكننا عندما نستقرأ الحاضر والمستقبل والعلم عند الله وحده، نحن بالتأكيد نستقرأ وفق هذه المعطيات، نجد أن لا أمل إطلاقا برفع شأن المستوى الأولمبي لرياضيين ورياضتنا، طالما من تسلموا مناصب إدارة رياضة العراق بهذا المستوى المتدني بعدما أفرغوها من محتواها السامي والنبيل وجعلوا منها جسرا للوصول إلى مطامعهم وغاياتهم ومصالحهم الذاتية.
متواصلون مع محور حلقتنا لهذا اليوم والمخصص عن إلغاء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. مشاهدينا، تفاصيل أكثر عن هذا المحور سنتابعها من خلال التقرير التالي. بعد ذلك هنالك قضايا أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها على ضيف صدى الرياضة لهذا اليوم. سنتابع ولنا عودة. الأولمبية العراقية كلاكيت ثاني مرة بعد أن توقع الجميع أن الأمور هدأت وانتهى عهد الصراعات بعدما آلت إليه المرحلة من انتخاب المكتب التنفيذي الجديد برئاسة سرمد عبد الإله. فوجئ الوسط الرياضي بحملة غير طبيعية ومن جميع الجهات لتبدأ مرحلة تصفية الحسابات وكل يغني على ليلة. تراشق بالألفاظ النابية واتهامات هنا وهناك، البعض راح ينبش بتاريخ الزمن الماضي ليجد لنفسه شماعة يعلق عليها هفواته وأخطاء عهد منظومته، متكئا عليها مبررا للجميع ما آلت إليه الأمور بعد أن غادر هو ومن معه من الباب الضيق لمؤسسة لم يتبقى منها سوى اسمها الذي لم تسرق حروفه بعد. ولم ينتهي المشهد عند هذا الحد، بل وصلت الاتهامات لرأس الرياضة العراقية عدنان درجال الذي يشغل منصب وزير الشباب والرياضة على خلفية حضوره مجلس عزاء للرئيس السابق. أي رياضة تلك؟ وأي عمل مؤسساتي هذا؟ عندما يفصح الخاسر في لعبة الانتخابات عما تعتري مخيلته من روايات تطول الاتهامات إزاءها رأس الهرم الرياضي في مسعى لرد الاعتبار، وأي اعتبار هذا الذي يبحث عنه من تسول له نفسه أن يرفع شعارا مفاده على نفسي وأعدائي؟ فما هكذا ترد الإبل؟ يا من جثمتم على رياضتنا وأفرغتموها من محتواها وجعلتم منها جسرا مرصعا بالذهب تمرون عليه كيفما تشاءون من دون أي إنجاز يذكر. 6 ليال فقط أعرب من فاز في تلك الانتخابات المزعومة عما يساوره من ألق وهوس، لكنها لم تدم طويلا ليأتي القرار الدولي الذي يهدد بالعقوبات التي ستطال تلك الرياضة المغلوبة على أمرها. فما بين سعيد وحزين ستدفع رياضتنا ورياضيون الثمن غاليا بعد أن قادها من لا يفقه في علم الإدارة إلى الهاوية، لتأكل من جرفها الأحداث المتلاحقة وتجعلها تندب حظها أنها وقعت بيد من لا يرحم، على أمل أن يأتي من يمتلك مصباح علاء الدين ليصل بها إلى بر الأمان. متواصلون بمحورنا هذا عن ما آلت إليه تطورات الأحداث لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية التي انتهت عند وصول قرار من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والذي بدوره نسف تلك الانتخابات وألغاها تماما. وللحديث عن هذا المحور سينضم معنا عبر الهاتف من بغداد النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي. فأهلا وسهلا بك أستاذ عباس، سعداء بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. شكرا جزيلا للاستضافة الكريمة وتحية لك ولكل متابعيكم. أستاذ عباس، دعنا نبدأ من حيث انتهت الأحداث الأخيرة بوصول رسالة اللجنة الأولمبية الدولية التي ألغت انتخابات الأولمبية العراقية. ما هو تقييمكم لهذا القرار؟ وكيف لك أن تصف لنا الصورة بعد مد وجزر من الأحداث المتلاحقة قبل وبعد الانتخابات؟ حقيقة هي الرسالة مثل ما وصلت للجنة الأولمبية وكذلك الوزير الشباب باعتبار ممثل الحكومة واللجنة الشباب الرياضة، لكون أكو علاقة سابقة تربطنا مع اللجنة الأولمبية الدولية من إقرار قانون اللجنة الأولمبية، وعلى أثرها صدر خارطة طريق من اللجنة الأولمبية الدولية لإجراء انتخابات ومشت الأمور على هذه الطريقة. لكن الرسالة كانت يعني شديدة وواضحة، وبالتالي كلجنة الشباب الرياضة إحنا من وسط الرسالة الأولمبية الدولية جلسنا اجتماع، وتعرف هذا الأمر ما لا يمكن للبت فيه بصورة شخصية، فرفعنا مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب ووضحنا لهم رسالة اللجنة الأولمبية الدولية، فكلفوا السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعقدنا لقاء معها وشكلنا يعني مثل ما تقول خارطة الطريق لمعالجة
للرد اولا على رساله اللجنه الاولمبيه، وردينا بالامس بشكل رسمي للجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي عندنا مجموعة من الخطوات. الخطوة اللي بعد الرد على الرسالة هي اللقاء مع مجلس القضاء الأعلى للإطلاع على كل الإجراءات اللي تم بيها من خلالها الانتخابات وإشرافهم المباشر على الانتخابات، حتى نعرف الآلية اللي تم اعتمادها حتى يأخذ الأمور أبعادها القانونية والإجرائية. ومن ثم بعد اللقاء مع سيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، عندنا لقاءات مع الأخوة اللجنة التحضيرية وكذلك مع الهيئة العامة من أجل حلحلة الموضوع. الموضوع خطر جدا ولا يمكن يعني التعامل وياه بشدة أو لابد التعامل معه بدبلوماسية من أجل الوصول إلى حل الموضوع، لأن الموضوع يخص الرياضة العراقية، ما يخص أطراف ولا يخص شخص، وإنما المهم عندنا إحنا نجنب رياضتنا من أي مخاطر أخرى. طيب أستاذ عباس، بعد هذه المحاولات كيف سينتهي المشهد الرياضي عند أي منحة؟ وهل تعتقد يعني أن الأمور ستذهب إلى العقوبات الدولية أم تجدها يعني هي تسير بالاتجاه السليم؟ لا، احنا نحاول بكل الجهد، نحاول بكل الطرق، يعني حتى احنا فاتحنا الحكومة وراح يكون عمل مشترك حتى ومع مجلس القضاء الأعلى، حتى يكون جهود واضحة أمام اللجنة الأولمبية الدولية. حتى صار عندها علم بعد الردين، احنا كلجنة شباب رياضة واحنا على جهة تشريعية ردينا على رسالتهم بشكل إيجابي، تقبلوها برحاب الصدر. صار عندهم علم انه اكو خطوات راح تخطوها لجنة شباب رياضة، كذلك اليوم كان نتصال مع كابتن عدنان درجال ايضا راح يرسل رسالة الى باعتباره هو اهم جزء من يعني من الرد مال الرساله اللي وصلت، لازم اهم يكون هناك رد. هاي كل هاي الامور ايجابيه حتى تكون اللجنه الاوروبيه الدوليه عندها علم انه احنا ما هامنين رسالتهم، راح نعمل على يعني خطوات، وهاي الخطوات راح ايضا نعلمهم بها ونحاول قدر الامكان بعلاقاتنا بتواصلنا معهم في سبيل تجنيب الرياضه مثل ما قلت لك مخاطر لربما اكو هناك، وان شاء الله ما توصل لمرحله العقوبات، نحاول بكل جهدنا. حضرتك يعني اكدت لوسائل الاعلام ان هنالك تذمر من مجلس النواب وحتى الحكومه وكذلك القضاء لما وصل اليه حال الرياضه العراقيه، هل من قرار جريء أو حلول تقدمها الحكومة على الأقل تقدير يعني لتنتشل المؤسسة الرياضية من هذا الضياع الكبير؟ مثل ما قلت لك يعني شيء أكيد، الشارع اليوم والإعلام كله ناقم على القيادات الرياضية، فما بالك مثل الحكومة، ما بالك مثل مجلس النواب، لأن بين فترة وفترة هناك طعونات وهناك شكاوى مستمرة، وإحنا يعني كنا نتأمل خير بعد كل الجهود اللي بذلناها من أجل إقرار قانون يعني في سابق ما كانت هناك اعتراضات من قبل الحكومة بأن اللجنة الأولمبية كيان من حل، وحاولنا بكل جهد بالتعاون مع الشخصيات الرياضية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية أصدرنا قانون، وقانون كان مقبول من الجميع، وعلى أثرها ردنا نخلص اللجنة الأولمبية من كل تبعاتها ومن كل تقاطعاتها بقانون. تفاجئنا اليوم هناك أيضا أكو شكاوى، وشكاوى احتمال تؤدي إلى يعني مشاكل للرياضة، فشيء أكيد هناك يكون تذمر من قبل الحكومة ومن قبل البرلمان على الوضع السائد في الرياضة. نأمل أنه الكل يعني يضعون نصف عينهم الرياضة العراقية بعيدا عن كل المسميات وبعيدا عن كل شخصنة الأمور، المفروض بالقادة الرياضيين المسؤولين على الاتحادات اللجنة الأولمبية أن يبتعدون عن الأنانية في أي موضوع يدخل بالجانب الرياضي. بصفتكم رئيسا للجنة الشباب والرياضة البرلمانية أستاذ عباس، لمن تحمل مسؤولية انحدار الرياضة العراقية خصوصا في الآونة الأخيرة، وما هو تخطيطكم يعني للعودة والنهوض بها مجددا؟ يعني حقيقة احنا اول دخولنا المجلس النواب وجدنا ان جميع القوانين اللي تعمل بها الرياضة هي قوانين قديمة، وبالتالي كانت هاي القوانين تبعتها بعض التعليمات والضوابط اللي وضعتها الحكومة، يعني كانت بها نوع من الشخصنة بهاي الامور، فكان نقطة شروع بداية
وضع قوانين رصينة للرياضة من أجل يعني حتى يكون الرياضي المسؤول على المؤسسة يعرف طريقه وعمله بشكل قانوني. فشرعنا قانون اللجنة الأولمبية، واليوم احنا على وشك التصويت على قانون الاتحادات وكذلك قانون الأندية، أنهينا كل الإجراءات. هاي القوانين احنا كلجنة شباب ورياضة وجدناها هي القاعدة الأساسية اللي يمكن من خلالها ننطلق إلى عمل حقيقي وعمل صحيح، لأن أغلب قوانين هي قوانين قديمة. اليوم نحتاج أن تكون هناك الأندية مستقلة استقلال حقيقي، تعمل على في كيفية تطوير نفسها، تعمل في كيفية استثمار منشآتها اللي تعمل بها، أن لا تكون دكان يسترزق أمواله من المنح اللي توصل من الحكومة. يعني حالنا حال كل دول العالم، اليوم الأندية هي مصدر من مصادر الدخل القومي. احنا اليوم بالعكس كل أنديتنا هي عبارة عن اسفنجة مص أموال من الحكومة بدون ناتج. فبالتالي لابد أن يعني ننظر إلى القوانين ونعطي فسحة كبيرة للأندية أن تساهم في عملية بناء نفسها بنفسها. هاي واحدة من المشاكل اللي وجدناها اللي تعاني منها الرياضة، بالإضافة إلى ذلك يعني هي التقاطعات الموجودة عند القيادات الرياضية اللي مسؤولة على الاتحادات وعلى الأندية وعلى اللجنة الأولمبية. هناك تقاطعات كبيرة، والتقاطعات هي مو من أجل منافسة لخطط حقيقية للنهوض الرياضة، وإنما هناك صراع على الكراسي وعلى البقاء أطول فترة ممكنة، وهذا بالتالي أثر بشكل سلبي على الرياضة. طيب بخصوص الانتخابات، هل يحق للسيد سرمد عبد الإله الترشح ثانية يعني في حال إذا أعيدت الانتخابات، وكذلك هو الحال للكابتن رعد حمودي؟ كابتن هاي الأمور فنية، لا الحكومة ولا مجلس النواب إلا دخل في هاي الأمور. هناك أمور فنية، شيء أكيد أكو تعليمات وضوابط وأكو قانون اللجنة الأولمبية وأكو نظام داخلي، وبالإضافة إلى الميثاق الأولمبي هو اللي يحدد من يحق ومن لم يحق له. أما إحنا لا نتدخل نهائيا في الأمور الإجرائية والفنية اللي يخص اللجنة الأولمبية، هي مؤسسة مستقلة استقلال كامل وإلها نظامها الداخلي وإلها قانونها اللي مصوت عليه عام 2019. أنت تعلم رياضتنا تفتقر لثقافة الحوار كما هو الحال في السياسة، وجدناك بصراحة دائما محاورا بارعا في شتى القضايا التي يعني اعترضت طريق رياضتنا. أما تستطيع بمعية الكابتن درجال والخيرين بالقضاء على كل السلبيات واحتواء الموقف وإعادة يعني الروح للرياضة العراقية؟ والله حقيقة احنا دخلنا، هو يعني منذ بداية دخولنا مجلس نواب ولا زالت من قضية الاتحاد العراقي لكرة القدم، بالإضافة إلى قانون اللجنة الأولمبية، واليوم دخلت علينا أيضا رسالة اللجنة الأولمبية. احنا يعني أبوابنا مفتوحة للجميع، ونحاول قدر الإمكان بالتعاون مع كل الشخصيات اللي تفضلت بيها أن نحلحل هذه الأمور وهذه المشاكل بالطريقة اللي نقول عليها بعيدة عن التسقيط والتشهير، ودائما احنا نكون يعني حقيقة بعيدين عن الإعلام. اللي تعرف اليوم الإعلام بدأ ياخذ منحى آخر، كل مجموعة وإلها جهة وتحاول تدافع عن الجهة مال وشخصنة الأمور. فيعني بقدر الإمكان نسعى ونعمل مع القيادات الرياضية اللي موجودة على رأس الاتحادات أو اللجنة الأولمبية أو الأندية، نحاول نحل الموضوع. لكن بعض الأحيان يصادف أنه هناك من يحاول أن يدخل إلى أن يتسلق الأمور في سبيل الوصول إلى مناطق، وهي مشكلة كبيرة جاي تواجهنا. إحنا نحاول قدر الإمكان أن ننظر إلى المؤسسات وليس النظر إلى الشخصيات. مثل ما تفضلت، الرياضة لا يمكن لها أن تقوم إذا لم يكن هناك نكران ذات لكل الشخصيات الرياضية الموجودة. عليهم أن ينظروا إلى الرياضي اللي ينتظر منهم برامج عمل وليس برامج انتخابية. اليوم الكل يتطلع إلى يعني أصحاب القرار في الوسط الرياضي في كيفية وضع منهاج حقيقي للنهوض بالرياضة. الكل اللي طلعنا عليها، مو الكل إنما نستثنى بعض الشخصيات، وإنما يعني الغالبية العظمى، من يريد يضع منهاج كيفية الوصول إلى
مقعد رئاسة الاتحاد أو مقعد رئاسة اللجنة الأولمبية بعيدا عن برامج عمل حقيقية لتطوير الرياضة. أستاذ عباس، لك مني خالص الشكر والتقدير على انضمامك معنا في صدى الرياضة، هل لك كلمة أخيرة؟ أنا والله أحب أتقدم بجزيل الشكر إليك ولكل متابعيكم، ونتمنى أن يعني نحلحل موضوع المشاكل الموجودة بالرياضة. مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد أستاذ عباس عليوي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذي أغنانا بحديث ومعلومات قيمة تخص الوضع الراهن لرياضة العراق، فشكرا جزيلا له. مشاهدينا، فاصل قصير نتابع بعده ما تبقى لنا لهذا اليوم، خليكم ويانا. مشاهدينا، مثلما أفصح محور الحلقة عن أمور أعقبت المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي خصوصا ما أدلى به بعض الخاسرين، فقد طافت على سطح الأحداث تراشقات واتهامات غصت بها وسائل التواصل الاجتماعي، تلخصت بالهجمة التي قادها السيد جزائر السهلاني المدير التنفيذي للجنة الأولمبية السابقة التي ترأسها السيد رعد حمودي. الآن سنوضح لكم هذه الهجمة للإطلاع عليها وعلى المحتوى المطروح من قبل قادة الرياضة العراقية، وكيف وصل بنا الحال للأسف الشديد. فقد أكد السهلاني من خلال تغريدة له أنه يخاطب عدنان درجال الوزير ويصفه بأنه صاحب أول موكب عزاء للرئيس الراحل، وينتقده لحضور ختام بطولة القوس والسهم الذي يترأس اتحادها سعد المشهداني، متهما إياه أيضا بأنه شقيق سيف الدين المشهداني البعث السابق في نظام صدام حسين. مشاهدينا، وكما تابعنا يعني أولا ما تقدم به ونشره السهلاني، بالتأكيد يعني في هذه الحالة يكون يعني حق الرد مكفول للطرفين، وهنا لابد أن يفصح الطرف الآخر وهو السيد سعد المشهداني رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم عما يعتريه بهذا الشأن. تصريح المشهداني في الوقفة التالية، نتابع ولنا عودة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك كابتن بلال ولكل مشاهدي قناة رافدين العزيزة. فيما يخص تصريح الأستاذ جزائر السهلاني في مواقع التواصل الاجتماعي، أحب أقول له أولا بأنه هو أكثر واحد كان يزورنا للملعب، وأكثر واحد استقبل أبطال القوس والسهم من ضمنهم بناتي، وقلد اللاعبة فاطمة سعد بطلة العالم قوس والسهم الشباب من أمريكا، وموجودة عندي الفيديوهات والصور اللي تؤكد هذا الموضوع. هل يا ترى الآن يلا عرف أستاذ جزائر بأني أخو دكتور سيف الدين مشهداني وأن بناتي عمهم سيف الدين مشهداني؟ هذا أعتقد موضوع يعني مع احتراماتي للسامع موضوع سخيف، وأعتقد يعني مثل ما يقول الحكمة العربية وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. مشاهدينا، في الحلقة السابقة قلت لكم يعني لدي نظرة متفائلة والأخرى طلبت ألا تسألوني عنها، بصراحة دائما أتهرب منها، لأن كلما نتابع ونترقب المشهد الرياضي في المرحلة الحالية لا نرى فرصة حقيقية لانتشال رياضتنا من البئر المظلم التي مكثت فيه لردح من الزمن، فكل ما يلوح بالأفق هو فوضى
والتدهور واتهامات وألفاظ نابية وهمز ولمز ننشر به الغسيل أمام الملأ، ليتوضح للقاصي والداني بؤس رياضة العراق وبؤس من يتولى قيادتها، قيادة هذه الرياضة العراقية التي كان الكثير من الدول تحسب لها ولأبطالها ألف حساب. على الموعد نلتقي بإذن الله في الحلقة المقبلة. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.